فكرت النهاردة في حلقة خميس التاسعة، لو عايزين نعمل أقوى تعليق على صورة الشعب اللي خرج بالملايين في الميادين يوم 30 يونيو، يا ترى ممكن نقول إيه؟ ممكن يكون إيه عنوان الصورة؟ الحقيقة ما لقيتش النهاردة غير عنوان واحد، قرار شعب وبطولة إنسان. الشعب طبعاً هو الشعب المصري العظيم اللي رفض التفريط في هويته وإنه يسلم بلده للإخوان، والإنسان هو البطل المصري عبد الفتاح السيسي اللي شال روحه على كفه وقبل التفويض من الشعب وكمان نفذ القرار. والحقيقة كان أعظم قرار هو طرد الإخوان، وكان أعظم اختيار هو اختيار البطل علشان يقود السفينة لبر الأمان. النهاردة كلامنا في خميس التاسعة عن القرار وعن أثاره المذهلة اللي احنا عايشينها، عن حياة المصريين بعد 8 سنوات وحتى الآن، عن قرار شعب وبطولة إنسان. لقاءنا اليوم في خميس التاسعة الحقيقة لقاء مختلف، ما تتصوروش أنا سعيدة قد إيه. زي ما قلت للزملاء أنا لسه فاكرة كل حاجة، كل التفاصيل، لسه فاكرة حتى النبض. أنا كمان كنت موجودة على الهوا وكنا يعني مرعوبين وقلقانين وخايفين، لكن كنا متأكدين إنه الشعب اللي أخذ القرار والجيش اللي نزل عشان يحمي شعبه لازم هتكون النتيجة قرار وشعب وبطل وصورة أعتقد إن احنا عايشينها النهاردة وحاسين بكل الإنجازات اللي احنا فيها. اليوم يوم جميل، استمتعوا بكل اللحظات اللي انتوا عشتوها واللي احنا بنشوف بيها مصرنا العزيزة. إن جموع الشعب المصري رسمت في ثورة 30 من يونيو طريقا نسير فيه. استطعنا أيضا وضع أسس متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم. وقدم الشعب المصري البطل أعظم معاني المثابرة والفهم العميق لمتطلبات الإصلاح وأعبائه. نجدد العهد بأن نحفظ ونصون مصر، لا نبخل بجهد أو عطاء، مضحين بكل غال ونفيس، متمسكين بتحقيق أحلامنا، متسلحين بالعزم والإرادة.